إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمذي: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت السفن. عباد الله، في هذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل: احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي يحفظ حدود الله. الله تعالى حاشاه ليس ضعيفا لكي يحتاج إلى حفظ العبد، ولكن احفظ حدود الله يحفظك من المكاره، من ميتة السوء، من الظلم، من غيره إذا حفظت حدود الله. دع الربا، دع الفواحش، دع الحرام، دع الظلم، هذه كلها حدود الله، احفظها لكي يحفظك الله في دينك وفي أهلك وفي مالك. احفظ الله تجد جاهه، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. بعض الناس اذا اصابه الكرب ربما قد يكثر في عباده، فاذا وقع في شده رفع يديه الى السماء. وهنا قاعده تخبرنا انك اذا كنت في رخاء وتعرفت الى الله ما فتقت عن صلاتك ولا عن الإنفاق ولا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عن الصيام ولا عن طاعات الله كلها. إذا كنت قد عرفت الله في الرخاء سوف يعلمك في الشدة، سوف يعلمك في الشدة. فالذي يقع في شدة وكان في ساهل الأمر غارقا بالمنكرات لا يستجاب له كالعبد الذي يعرف الله
عند الرخاء، لا يغفل عن صلاته وعن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاذا وقع في شده ودعا الله عرفه الله تبارك وتعالى. اذا سالت فاسال الله، اذا سالت فاسال الله سؤالا للرزق وللنصر وللتمكين وللنجاح وللزواج. لا تسال مخلوقا مهما علت مرتبته، سواء كان ملكا او نبيا، لا تسال الا الله تبارك وتعالى. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. لا تستعن بغير رب العزه، اعجب كل العجب بالمخلوق يسأل في سياره فيستعين بالاموات، سبحان الله، يستعين بميتك قصته تقول انه عندما قتل ما دفع الاذى عن نفسه، فكيف يدفعه عن ميته؟ سبحان الله. واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت السفن. وفي هذا المقطع من الحديث كلام عن القدر. القدر احد اركان الايمان. الايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته. عندما سال جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وكان هذا الحديث قد رواه البخاري. عندما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة رجل يسأله، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له صدقه. إذا من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره. وهنا انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة فرقتان. فرقة تسمى القدرية، وهم الذين يقولون لا قدر، أي أن الإنسان مخير في كل شيء ويفعل ما شاء، وهؤلاء كذبوا بالقدر. وفرقة تسمى الجبرية، وهم الذين جعلوا للعبد اختيارا في افعاله. واهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عند الانسان امور مسير بها لا حيلة له بها، كالحياة وكالممات والرزق وشقي او سعيد، هذه لا دخل له بها. وهناك من الامور من يكون مخيرا، كما يقول المشركون يعتذرون عن شركهم، يقولون لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا، يزعمون ان شركهم مقدر عليهم ليس لهم اختيار، وهذا قول باطل. رب العزه يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هناك أمور العبد فيها مخير، يستطيع أن يختار بين الحلال والحرام، يستطيع أن يختار بين المنكر وبين المعروف، يستطيع أن يختار بين السنة وبين البدعة، فهو مخير أن يترك هذا ويأخذ هذا. وفرقة الجبرية هناك أقوام في هذا الوقت ربما يشاهدونهم من حيث يعلمون أو لا يعلمون. إذا أتيت إلى أحدهم لم لا تصلي؟ لم لا تدع المنكر؟ لم لا تدع الحرام؟ قال الله لا يهدينا، الله ما هديني. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي
إلا ما هديتنا فاستهدوني أهديكم. تريد الهداية وأنت لا تعلم مساكنا، تريد الهداية وأنت تقابل القنوات الفضائية ساعات الطوال ولا تسمع شيئا في المسجد، تريد الهداية وأنت تترك أهل الصلاة والمساجد وتجالس شراب القبور وتجالس أهل الميسر أهل القمار أهل الربا، كيف تأتيك الهداية؟ هذا قوله يوافق الجميع. وتأتي إلى بعضهم لماذا لا تسعى في العمل؟ يقول لك رزقي مقدر، هذا الذي كتب لي الله تعالى هو الرزاق وهو الذي أمرنا أن ندعوه أن يرزقنا وهو الذي أمرنا أن نأخذ من أسباب الرزق. فقال رب العزة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشكور. الله تعالى هو الرزاق ولا يستطيع مخلوق أن يرزقك، لكنه أمرك بالأخذ من أسبابه، والأخذ من أسباب لا ينافى التوكل. قد تجد عملا في مدينتك، إن لم تجد ابحث عن مدينة أخرى، إن لم تجد ابحث عن بلد آخر، فامشوا في مناكبها. مناكب أي الأكتاف، يقصد به الطرقات السبل التي نمشي فيها. إذا عباد الله، هناك من القدر من لا حيلة لنا فيه، لا حيلة لنا. أنت تأخذ بأسباب، تأخذ بأسباب الأمان في سيارتك وتسير في طريق معبد، لكن القدر قد أتاك. هنا نقول قدر الله وما شاء فعل، كما جاء في الحديث لا يقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن فليقل قدر الله وما شاء فعل. إذا أخذت بأسباب النجاة ثم حدث لك حادث، أنت قد عملت ما مكلف به، فوقع القدر. لا يحب لاحد أن يقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لكن من الناس تقول له هذا الطريق يؤدي بك إلى مكان فيه حوادث، فيه مطبات، فيه خطورة، هذا الطريق فيه صراخ، فيه قطاع طريق. يقول لك الذي يقدره الله سوف يحلف، لا، هذا قول باطل. هناك من القدر من نستطيع أن نرده، يرد القدر الدعاء، يرد القدر الدعاء. ومن القدر الذي نستطيع أن نرده الإصابات كالجروح والكسر. بعضهم قد يعمل في مكان ولا يأخذ بأسباب السلامة الصناعية، فإذا أصيب قال مقدر على الله. هذا فهم باطل وهذا خلاف للسنة. رب العزة يأمرنا في مواطن كثيرة بأن يأخذ ثأرنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة عمل بأمور أخذ من أسباب. عندما هاجر خرج إلى الجنوب ثم استزار ورجع إلى الشمال حتى وصل المدينة ولجأ إلى الله، وكان يوصي أحد الصحابة أن يأتي بشهر الغنم تمشي خلفهم لكي يبدو الآثار. إذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نأخذ بالأسباب، لكن إذا وقع القدر فقل قدر الله وما شاء فعل. أحدهم قد يصاب إذا مشى في طريق والناس قد حذروه، يكون آثما لأنه قد فرط، لأنه قد فرط. أما إذا أخذ بالأسباب فيكون مأجورا، وإذا أصابه خطر فإنه ليس آثما لأنه فعل ما كلف به من الأخذ بالأسباب. إذا أحبتي القدر الذي لا يؤمن به إيمانه لا يقف،
إيمانه لا يقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره هو ركن من أركان الإيمان. والركن إذا كان في العبادة، إذا بطل هذا الركن بطلت العبادة كلها. يعني لو أن أحدنا قال لا إله إلا الله وآمن بالله ورسله وكتبه وباليوم الآخر، لكنه ما آمن بالقدر خيره وشره، نقول له إيمانك حبط ولا ينفعك إيمانك، وتلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة وكأنك ما قلت لا إله إلا الله. إذا عباد الله، الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان، علينا أن نعرف كيف نتعامل مع الإيمان بالقدر. جعلنا وإياكم من المؤمنين حقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم المصطفى وآله وصحبه نور الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. عباد الله، لو أتى أحدنا فقال فلان يستطيع أن يخلق طفلا، فلان يستطيع أن يخلق طفلا، لقلنا له فقط. لماذا؟ لأن الخالق هو الله تبارك وتعالى، والذي يدعي أنه يستطيع أن يخلق جعل نفسه مساويا لله تبارك وتعالى، وهذا كفر صغير. وكذلك من صفات الله تعالى هو أنه عالم الغيب، كما قال رب العزة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى برسوله، فإنه يسقط من بين يديه ومن خلفه بصره ليعلم من أدبوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولا الملائكة ولا الصالحون يعلمون الله تبارك وتعالى، لكن الله قد يطلع الأنبياء على شيء من الغيب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب الذي يحدث في زماننا، أخبره عن أمر ما حدث. ومن هذه الأمور كثيرة، علامات الساعة أن تلد العمل وربتها وغيرها وغيرها من علامات الساعة. وأخبره أنه يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، هذا علم الغيب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإخبار الله تعالى. وأحاديث حافظ بن أبي لتعة رضي الله عنه عندما أخذ يوما وأرسل رسالة إلى مكة يخبرها أن جيش المسلمين قادم إليه، فأخبر جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم فعلم بهذا الأمر. إذا رسول الله ما علم بفعل حاطب رضي الله عنه إلا بأمر الله. مسألة ادعاء علم الغيب، أحبتي في الله، علينا أن نعلم ونحذر من هذا الرجل الخطير الذي يدعي علم الغيب خرج عن ملة الإسلام. يقول لا إله إلا الله، يصلي، يصوم، يزكي، الذي يدعي علم الغيب جعل نفسه مساويا لله تبارك وتعالى. فلان شواط من الأول وفلان يشوف، تروح عليه عجائز، شبيزه وزوجيا عليه، والله زوجي يسوي له عمل طاسة أو كذا أو كذا، ابني غاب فترة، ابني صاحبي مليون فلان، ابني يجي مشغول وإن شاء الله أكو خير وكذا، أخوتي كفرت بالله تبارك وتعالى. هذا العمل كفر أكبر مخرج عن الملة. وكذلك الأبراج، قنوات خبرية تسمي نفسها تابعة للدولة الإسلامية وتنشر الأبراج على شاشاتها، وهذا كفر بواح، هذا كفر بواح. وادعاء لعلم الغيب كبرج الجوزاء وبرج الأسد وبرج الدلو وغيره. وهناك من يستخدم الخيرة، يمسك بالمسبحة ويبدأ يحلف، سيحلف لك كذا ويحلف كذا، وهذا كفر بالله. أو الردع، أو أنه يخوض في الرب، أو قراءة فنجان. وظهر لنا في الوقت الأخير صفحات
تقول لصاحب الصفحة اعطني اسمك أو تفاصيلك، أعطيك تفاصيلاً تخص شخصيتك. فإذا أخبره قال له شخصيتك كذا وشخصيتك كذا وأنت مضيع وأنت مهذب، هذا كفر بالله، والذي يؤمن به كفر بالله إذا خرج عن ملة الإسلام. فإياك إياك النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله. ما ادعى عن الليل؟ ما ادعى عن الليل؟ عندما تآمرت عليه حفصة وعائشة في أمر ما، كيف علم؟ في أمر الله أخبرنا رب العزة وإن أسرنا به إلى بعض أزواجه الحميدة. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. لمن أرجعه؟ للعليم الخبير. كيف أخبره عن قرين جبريل؟ يجيني واحد قال: مهد الله ولاقاه فلان راجل، فلان ترى عندي بيجي زعلان علي. يا شلون دريت؟ والله أرى بنور الله هذا كفر أكبر. من أنبأك هذا؟ أنا أسأله من أنبأك هذا؟ إذا قال أنبأني العليم الخبير ادعى الوحي وقد كفر. إذا مو العليم الخبير، إذا مو الوحيد الشيطان ماكل. إخواني كيف يحكم دور الشوافين؟ راح لرجل سأل ابن مخطوب وين راح؟ قال: له ابنك في المكان الفلاني وسيأتي في اليوم الفلاني. ربما قد تحدث، لكن كيف يحدث هذا؟ هذا الشواف الدجال عنده قرين شيطان يخدمه، والقرين لا يخدم هذا الشواف إلا إذا خرج عن ملة الإسلام. وأنت عندك القرين، فإذا جلست قرينك يعلم أخبارك، فيخبر قرينا الشواح أو الساحر، فيتكلم في أذنه وأنت لا تسمع. إذا طريقان لعلم الغيب: الطريق الأول الوحي، والذي يقول أنه يوحى إلي فقد كفر، والطريق الثاني هو طريق الشيطان. فالذي يدعي علم الغيب والذي يصدقه عليه يكيد ويقول الله تبارك وتعالى. تصديق العرافين والكهنة والشوافين كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام. علينا أن نحذر من هذا ونحذر أولادنا وزوجاتنا وبناتنا أن يطاردوا هؤلاء الأثار الذين أفسدوا على الناس دينهم. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم إن الإسلام وأعلم بفضلك كلمتي الحمد والمن يمين. اللهم أعلم بالظالمين في كل مكان، اللهم أعلم بالظالمين في كل مكان، اللهم احفظ فخر عزيزي مقتدر. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم أعلم بالإسرائيل والإرهابيين، اللهم أعلم بالإسرائيل والإرهابيين. اللهم أنزل عليهم غضبك، اللهم أنزل عليهم غضبك، اللهم أنزل عليهم غضبك. اللهم انصر عبادك المظلومين في غزة، اللهم انصر عبادك المظلومين في غزة. اللهم لا ناصر الا انت، اللهم لا ناصر الا انت يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر للفقراء واليتامى والاراضي والمساكين، كلهم عونا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لاخواننا النازحين في كل مكان، قل لهم عونا يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، وادخلهم الجنه مع الابرار. اللهم وفق بنا هذا المسجد ومن عمل فيه لله من خير واحسان. اللهم وفق القوات الامنيه لما تحبه وترضاه، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله.